صباح الخير حبايبي، وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم، عندنا شوية مواضيع كبيرة وشيقة وقيمة، وهو سر أو إشهار أو لغز إسلام الفتاة القبطية القاصر مريان خلف ومن وراء هذا الموضوع. الحقيقة كشف لنا عماد ويليام المهتم بقضايا خطف الفتيات والقبطيات عن لغز اختفاء الفتيات القبطية مريان خلف شحاتة من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: إلى أمن المنيا لغز اختفاء مريان خلف من دير جبل الطير بالمنيا، هي صديقتها فداء محمد وهي من قرية السرايا بالمنيا. وقال: بنطالب الأمن بالقبض والتحقيق مع الفتاة فداء محمد، وفورا ونطالب برجوع الفتاة القاصر. يا أمن المنيا قلنا، وما زلنا بنقول: ابعدوا بناتكم عن الأصدقاء المختلفين عنكم، وسواء بنات أو ولد، لعدم حدوث مهازل. ويستمر مسلسل اختفاء القاصرات القبطيات بعد اختفاء القبطية القاصر مريان خلف شحاتة اللي بتبلغ من العمر 17 سنة وتسع شهور. وزي ما قلنا، هي مقيمة بقرية دير جبل طير بصملوط محافظة المنيا، المتغيبة من مساء يوم الثلاث الماضي وحتى الآن لم تعود. ورغم وعود الأمن بإعادتها، لذلك نطالب الأمن بتنفيذ وعوده وإعادتها لأنها قاصر، ونصلي من أجل عودتها سالمة في أسرع وقت. ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورتها وعلقوا عليها قائلين: عاجل حالة اختفاء جديدة مريان خلف شحاتة من جبل الطير وهي 17 سنة. وفي جانب آخر، تداول أحد الأقارب أيضا فتاة القبطية فيرونيكا شحاتة بشاي خليل البالغة 15 سنة صورتها قبل عودتها، وقال إن فيرونيكا نزلت الدرس من الظهر لحد الآن ولم تعود، وطلبوا الصلاة من أجل عودتها. وعادت فيرونيكا شحاتة لأسرتها بعد تكسيب جهود الأمن، لكن إن شاء الله يكون في خير وبنتنا ترجع تاني. واللي هو أعلن الأخت فداء محمد دي بتقول إن مريان أشهرت إسلامها. طب الكلام ده لو حقيقي، يعني أعتقد في كلام تاني لازم يتقال وكلام تاني لازم. واحد هنا بيقول: بشتم عادي حتى لو في الهيكل، رد البابا شنودة عليه غير غير حياته وكمان حياتك. يا ترى البابا شنودة قال له ايه؟ بص بقى، في اجتماع سابق لمثلث الرحمة قداسة البابا شنودة الثالث، ارسل احد الموجودين بالكنيسة ورقة الى قداسة البابا مرسل بها سؤال، وهو: ما رأي قداستكم في الشتيمة؟ الشتيمة عندي عادي حتى لدرجة إني شتمت بالهيكل، وهل ينفع إن أنا أتناول إذا حدث ذلك؟ فكان رد قداسة البابا شنود عليه: إذا شتمت ما تتناولش. في أحد الأيام، أيام الرهبنة الوحدة، كنت ذاهب للتناول في يوم وكتبت مذكراتي: هذا الفم الذي تناول جسد الرب ودمه، لقمة زايدة لا تدخل فيه وكلمة زايدة لا تخرج منه. فانت المفروض ان فمك وجسدك الطاهر دوت، يعني لازم تكون عارف ان دي حاجة مقدسة. كمان: كيف لك ان تشتم بعد التناول؟ لان لازم يكون فمك مقدس كي تتناول، وعلشان يكون فمك مقدس لازم يكون قلبك مقدس ايضا، لان من القلب الصالح يكون انسان اللسان صالح ايضا. وانت كده يا ابني قلبك فيه شتيمة، وكان هذا بقداسة البابا ان يوصل رسالة لهذا الشخص لأي شخص لم يتجرأ ان يرسل رسالة كهذه لقداسة البابا ليستشيره، بانه لابد من ان يطهر قلبه وفكره اولا، ومن ثم سوف يطهر اللسان ويكون مستعد للقاء السيد المسيح واستقبال جسده ودمه الطاهر. طيب هنا كمان في موضوع شيق جدا جدا واتكلمنا عنه، بيقول الشيخ عاشور اشهر مشايخ اسكندرية واغرب معجزة مع قضاء جسد البابا كورولوس. في اجتماع لنيابة الانبا في من ابتدى العظة قائلا: احنا لا بنغير دين حد ولا بنجبر حد على تغيير دينه ولا حتى بندفع حد على هذا،
وقد بدأ الأنبا بيما بهذه البداية لكي يروا لنا حدث هام حصل قديما. كان هناك صحفي اسمه محمد محمود كريطم ذهب للأنبا مينا واستأذنه وقالوا إنه في شيخ كبير أوي في اسكندرية، وهذا الشيخ كان عضو مجلس الشعب، وكان الشيخ يريد أن يزور الدير، وهذا الشيخ هو الشيخ عاشور. الشيخ عاشور كان شيخ لأشهر جامع في الإسكندرية، كان اسم الجامع جامع أبو العباس. فرحب الأنبا بيما مينا بالزيارة وذهب هذا الصحفي وحضر الشيخ معه. وعند دخول الشيخ الدير استقبله الأنبا مينا والأنبا رفائيل، وحدث مشادات بينهم على حد وصفه أبونا تنشأه. فكانوا الآباء مستغربين، هل الشيخ فاكر إن الدير يريد أن يغير ديانة الصحفي محمد كريتم وعائلته؟ هل هذا يذهب الصحفي إلى الدير أم ماذا؟ فانسحب أبونا مينا من الشيخ والأنبا رفائيل، وظل أبونا رفائيل بمفرده أمام الشيخ، وكان في حيرة من أمره ولا يعرف ما هو سبب زيارة الشيخ وما الذي يدور بباله. فاقترح الأنبا رفائيل على الشيخ مشروبين، الأول كان شاي بالنعناع والآخر شاي بالعطر. فرد عليه الشيخ قائلا أنا لا أعرف ده ولا ده، أنا أعرف الشاي العادي. إيه الشاي اللي أنت بتتكلم ده؟ فرد أبونا رفائيل وقال له اللي بالنعناع ده للي عنده مغص بيخفف البطن، واللي بالعطر بيفتح الرئتين. فرد الشيخ وقال له هات اللي بالعطر وشربه ومشي. بعدها رجع الشيخ قال أنا عايز أبونا رفائيل هو فين، وأرسله الأنبا رفائيل إن الشيخ عايزه. الأنبا رفائيل كان مستغرب جدا الشيخ عايزه بإيه، فرجع وقال له الشاي اللي أنت اديتهوني ده شفاني، أنا كان عندي بروستاتا وخفيت، أنا عايز من الشاي والعشب ده. فاستغرب الأنبا رفائيل لأن العطر ليس من خواص شفاء البروستاتا، وإنما هي معجزة من معجزات البابا كرولوس جذب بها الشيخ ليه. ونشأت من بعدها صداقة قوية بين أبونا رفائيل والشيخ الذي يهاب الجميع، وداوم الشيخ على زيارة الدير كل شهر، ووقف عند جسد مرمينا ودخل إلى مزار البابا كرولوس ورأى الشيخ شباب يأتون لدير مرمينا للخلوة. فقال الشيخ للآباء أنا عايز أعمل خلوة زي الشباب دول، لكن كل واحد يفضل على دينه، أنا ما عنديش تعصب ولكن أنا بحب المكان ده. وبعدها بدأ يدخل مزار البابا كرولوس وبدأ يوطي ويلم كل التراب المحيط بجسد البابا كرولوس في الأرض، وكان مداوم على الحركة دي كل مرة يجي يزور فيها الدير. فدخل أبونا رفائيل وقال له ما تتعبش نفسك يا شيخ عاشور، الوقت في الخدمة بينضفوا التراب ده. فرد الشيخ وقال له بينضفوه بإيه؟ فرد عليه أبونا وقال له بالمقشات. فبدأ صوت الشيخ يعلى جدا وقال لأبونا رفائيل اللي جنب جسد البابا كرولوس ده بيسف باللسان، يتسف باللسان. وأكمل الشيخ لما التراب بيده والاحتفاظ بيه. فالبابا كرولوس كان جاذبا جاذبية المغناطيس، وعندما حدثت مشاكل مع هذا الشيخ واتصل به الرهبان للاطمئنان عليه، رد عليهم الشيخ وقال لهم ادعوا لي عند جسد البابا كرولوس، شفاعة البابا كرولوس قوية عند كل الأشخاص مهما كانت ديانتهم، فلتكن شفاعته معنا آمين وجميعا مع جميعكم أيضا. كمان في خبر آخر، خبر إياكم والنزول، الأرصاد تحذر هؤلاء من النزول وتعلم ما سيحدث خلال ساعات. كشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بمكتب الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة، موضحة أن اليوم هو آخر يوم في أمشير، وقد بدأنا بالفعل دخول الربيع والطقس ليس له علاقة بالأشهر القبطية. وقالت إيمان شاكر في اتصال هاتفي مع الفتاة، الربيع يبدأ في 21 مارس ويشتهر بالرياح الرملية الخمسينية. شاهدنا هذا الشهر رمال الرياح خاصة في المناطق المفتوحة والجبال وبعض أجزاء القاهرة. الأرصاد الجوية تحذر من الطقس، وأنصح مدير مركز الاستشعار عن بعد بمكتب الأرصاد الجوية المرضي خاصة أولئك الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي والصدر والحساسية إلى جانب سوء الأحوال الجوية والغبار والرمال. وأضافت أنه ستكون هناك موجة من الرمال والغبار غدا، وستنخفض درجات الحرارة، من المرجح حصول أمطار خفيفة في معظم المناطق، منخفض جوي جديد يضرب البلاد. قالت الدكتورة منور جاي عضو مكتب المركز العالمي للأرصاد الجوية أننا نشعر اليوم وأمس بدرجات حرارة أكثر دفئا بسبب الرياح الجنوبية الشرقية على معظم أنحاء الجمهورية مع تفاوت وصول الأمطار عبر الساحل الشمالي والمحافظات السفلى. مصر القاهرة الكبرى قد تمطر، ننصح بارتداء الملابس الثقيلة. قال عضو المجلس العالمي لمكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ليلا ستعود إلى 8 درجات مئوية مع استئناف الطقس الشتوي ونشاط الرياح، مشير إلى أننا نوصي بارتداء ملابس ثقيلة لتجنب نزلات البرد. خبر آخر وهو رد فعل غير متوقع من علي ربيع بعدما وصفه عادل إمام بالعبيط صدما جميعا. قام رواد موقع التواصل الاجتماعي بإعادة تداول تصريحات سابقة للزعيم عادل إمام فيها رأيه في الفنان الكوميدي علي ربيع، وذلك بعد مشاركته في فيلم كابتن مصر الذي قام بطولته نجله محمد إمام، حيث قال الفنان عادل إمام في مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج وضوح عن علي ربيع إنه واد عبيط أوي
وقد أثار هذا التصريح استياء الجمهور. تعليق علي ربيع بعد وصف الزعيم له بالعبيط، وكان قد علق علي ربيع عبر حساب التواصل الاجتماعي: ناس كتير اتكلمت امبارح على مداخلة أستاذ عادل إمام والكلمة اللي قالها عليا إني عبيط، دي مجرد مزحة يا جماعة، وفخر لأي شخص إن يقوم بالتمثيل أمام الأستاذ والزعيم عادل إمام. الزعيم عادل إمام يظهر بملامح الشيخوخة، وفي وقت سابق قام أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة جديدة للفنان والزعيم عادل إمام في أحدث صورة له، وفاجأ الزعيم جمهوره بشكله الجديد حيث يظهر بالصورة بابتسامة معهودة مرتديا قميصا أنيق. ونالت صورة الزعيم عادل إمام إعجاب جمهوره، وانهالت عدد كبير من التعليقات من محبيه وجمهوره على الصورة، وأكدوا أن ملامح الزعيم قد تغيرت نتيجة السن ودخوله في مراحل الشيخوخة. والجدير بالذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل فالنتين، والذي تم عرضه في رمضان 2020، ومن المقرر يتم عرض مسلسل جديد للزعيم عادل إمام، ولكن الحقيقة ليس هنا. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، والسلام ورب يكون معكم أمين، وسوف نذيعكم كل أخبار جديدة، ولكم مني كل الحب والتقدير، ولا تنسى الاشتراك في قناة الملكة والأمير. قصة الشهيدة أمنية رشدي بطلة تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية. الشهيدة أمنية رشدي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشهداء الموافق 9 مارس واليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، نتذكر العديد من النماذج النسائية التي تركت بصمة وذاكرة كبيرة في قلوب جميع المصريين، بما في ذلك البطلة أمنية رشدي التي استشهدت في حادث كنيسة ماري مرقس في الإسكندرية عام 2017 عندما منعت الانتحاري من دخول الكنيسة لتضحي بنفسها من أجل الآخرين. الشهيدة أمنية عروس الجنة التي استشهدت قبل زواجها ببضعة أيام، ولدت في 29 إبريل 1991 بزواجها في الجنة بين الشهداء وأعلى بيوت الجنة، شهيدة تفجير الكنيسة المرقسية. أكرم من تحب بكلام جميل وأجمل الأعمال، أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل، ابتسم وانسى هذا عالم لا فردوس. هذا آخر ما كتبته الشهيدة على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل استشهادها. وقالت والدة الشهيد لا في تصريحات لها إن ابنتها ذات الوجه السعيد، يحبها جميع الأقارب والأصدقاء، مضيفا كانت مثل الملائكة. تفاصيل الحادث الإرهابي. وقالت وزارة الداخلية المصرية أن الانتحاري الذي نفذ تفجير كنيسة ماري مرقس بالإسكندرية، والذي وقع بالتزامن مع تفجير كنيسة ماري جرجس بطنطا، هو محمود حسن مبارك عبد الله من محافظة السويس، مولود سنة 86 في إنا. وقالت الوزارة أنه تم العثور على المتهم على صلة بإحدى البؤر الإرهابية الهارب وعمر سعد عباس إبراهيم من مواليد 18 نوفمبر سنة 85 في قنا، ويقيم في البحرية، ويحمل دبلوم فني صناعي، وهو زوج شقيقة الانتحاري، وشكلت عدة مجموعات يلتزم أعضاؤها بالأفكار المتطرفة، إضافة إلى إدانة البعض منهم للطريقة الانتحارية التي تستهدف مكونات الدولة ومنشأتها وأجهزتها الأمنية ودور العبادة المسيحية. رحم الله هذه الشهيدة الجميلة، رحمها من كل سوء، رحمها الله وتكون في جنات وتكون في الفردوس مع النعيم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وسوف نقضي لكم كل ما هو جديد وجديد.